الآن يعني عندما تمر تلك السفن والبضائع لا 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 يتم عمل أي قيمة إضافية لها، فمن خلال مناطق التنمية شمال خليج السويس، وادي التكنولوجيا، شرق بورسعيد، إن شاء الله تكون هذه المنطقة ليس فقط منطقة عبور ولكن منطقة قيمة مضافة، منطقة تقديم الخدمات، ومن هنا تأتي التنمية المستقبلية لهذه المنطقة الغالية على نفوسنا جميعا. يمكن هناك رسالة هامة اليوم حقيقة أحب أن أوجهها للشعب المصري، أن هناك من يريد أن يرسم مشهد أقل ما يقال عليه أن مشهد عبثي، أن هناك دائما قطع طرق، هناك مولوتوف، هناك حجارة، وأن هذه هي مصر. لكن ما شاهدته اليوم، وأتمنى أن التلفزيون المصري والقنوات تنقل الحقيقة، ما شاهدناه الآن وشاهدناه في مصر صباح اليوم، هذه هي مصر الحقيقية. هذه كلمات صادقة، ما رأيته بأم عيني اليوم، مصريين يعملون، ينتجون من أجل أبنائهم، من أجل أوطانهم، من أجل مستقبل باهر بإذن الله سبحانه وتعالى. هذا عكس تماما من يريد أن يدمرون الوطن ويهدمون كل شيء جميل ويعملون ضد ثورتنا. ثورتنا قامت في 25 يناير من أجل عيش، حرية، عدالة اجتماعية، كرامة إنسانية. هذا ما نعمل عليه جميعا، هذا ما تعملون عليهم أنتم، وما يعملون عليه ما شاهدناهم صباح اليوم، وما يشاركون فيه أصدقائنا من الصين أو من الدول الأخرى. نعمل جميعا من أجل تحقيق أهداف الثورة، ليس بالمولوتوف وليس بالحجارة، ولكن بالعمل والبناء الجاد. العمل والبناء الجاد، هذا هو سبيلنا لتحقيق أهداف الثورة بإذن الله وتوفيقه أولا وأخيرا سبحانه وتعالى. حقيقة هذه الحكومة عملت منذ البداية على حل مشاكل المستثمرين الجادين، وكان هناك من يقول في الأيام القليلة الماضية أن الحكومة تهتم فقط بالمستثمرين الأجانب. أعتقد هذه المنطقة يعني شاهد عيان على أن هذه الحكومة تحل جميع مشاكل المستثمرين الجادين، مع وأكد على هذه الكلمة، مع تحصيل حق الدولة. يعني نحل المشاكل ولكن لا نضحي ولا نفرط في أي من حقوق المواطن المصري وحقوق الدولة المصرية، لكن أيضا أريد أن ندعم المستثمرين الجادين، سواء إذا كانوا مستثمرين مصريين أو عرب أو أجانب. فحقيقة يعني أؤكد مرة أخرى أن العمل الجاد هو السبيل الوحيد لتحقيق أهداف الثورة. أريد أؤكد أيضا ما شاهدته اليوم وما شاهدته معي وما شاهده المستثمرون الأجانب ممثلين في دورة الصين وفي مساهمتهم وفي عملهم الجاد، يؤكد أن مصر جاهزة للاستثمار، مصر أبوابها مفتوحة للمستثمرين الجادين. وما شاهده اليوم من التوقيع على العقد استغلال أو مرحلة ثانية من المنطقة الصناعية الصينية بمساحة 6 كيلومتر مربع، المنطقة الأولى 1 كيلومتر، المنطقة الثانية 6 كيلومتر، يؤكد أن هناك الكثير من الفرص الواعدة. هناك من يرى مصر على حقيقتها، مصر القوية، مصر الآمنة، مصر المستقرة الجاهدة للاستثمار، ليست فقط الاستثمار المصري والصيني والعربي لكن من جميع دول العالم. يعني حقيقة وأنا كنت جاي صباح اليوم، اتصل بي الأخ السيد وزير الزراعة بالتنسيق مع السيد وزير محافظ السويس، وأراد أن احنا نبشر أهالي السويس أن خلال الأيام القليلة القادمة، كما ذكر السيد الوزير، أيام القليلة القادمة يعني الأسبوع القادم، مش أشهر يعني، يتم إن شاء الله توفير عدد من 10,000 إلى 15,000 فرصة عمل بالمزارع السمكية بمدينتي رأس غارب والزعفرانة، ويتم الإعلان يعني قريبا الأيام القليلة القادمة عن تفاصيل تلك الفرص. فإن شاء الله نرى في مصر في الأيام القادمة تحقيق تطوير حقيقي في الخدمات،
تحقيق وتنفيذ لأهداف الثورة، وأيضا تحقيق خطوات حقيقية على الحلم المصري الذي لا يقتصر فقط على محور قناة السويس، ولكن أيضا يمتد إلى الساحل الشمالي من غرب الأسكندرية حتى السلوم، يمتد جنوبا من محور الصعيد للبحر الأحمر، المثلث الذهبي للاستثمار التعديني، إحياء مشروع تشكى، إحياء منطقة الوادي الجديد، العديد من المشاريع القومية التي يسعدنا أن نساهم في إعادة إحيائها وفي إخراجها إلى النور. هناك كثير من الخطط الموجودة في الأدراج التي لم يتم تطبيقها، إن شاء الله من خلال هذه الحكومة، من خلال جهد وعمل أبناء الشعب المصري، يتم إحياء مشروعات لم ترى النور، يتم وضع لبنات لمشروعات جديدة حتى نحقق أحلامنا جميعا في التنمية وتحقيق أهداف الثورة: عيش، حرية، عدالة اجتماعية، كرامة إنسانية. أشكر كل من ساهم في هذا المشروع، أشكر كل من ساهم في بناء هذه الصروح التي شاهدناها، أشكر كل من يعمل من أبناء الشعب المصري بجد وباهتمام لتحقيق مستقبل باهر إلى هذه الأمة. وشكرا جزيلا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.